في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بزورها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك وخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقة كنتفادوا بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي يتعطى لك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه أصبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، وتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارات الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطنين.